السلام عليكم. النهارده معانا درس جديد على قناة اسلام جيفينكس. النهارده هنعرف ازاي نعمل قالب بلوجر محترف او نعمل موقع على بلوجر بردك محترف. الاتنين هي اول حاجة هتفتح بلوجر، هسيب لكم تحت الرابط في الديسكريبشن، هتدوس كريت يور بلوج. هيفتح لك الصفحة دي قدامك. لا استخدم الايميل بتاعي، هندخل طبعا الرقم السري. هيفتح لك الصفحة دي، هتختار اي قالب، كده كده احنا هنعدل عليه، لكن لو انت عايز تختار قالب من هنا عادي، هو مديلك اضافات، لكن احنا هنختار اي قالب. هندوس العنوان مثلا، خلي اسلام جي اسلام. وهنا الادرس العنوان، يعني هتكتب اي حاجة مثلا اهو. اول ما يعلم لك العلامة الصح دي تعرف ان هو قبل الالوان ده. طبعا اهي هيجي لك زرقاء خالص، تيجي ندوس هنا نشوفها فيو بلوج. هيجي لك اهو الصفحة اللي احنا اخترناها، لكن احنا عايزين نحط البلوج اللي احنا سيب لكم طب الرابط تحت في الديسكريبشن. هو البلوج بلوجر حلو. نشوف هنا، نشوف هنا على السيم، هندوس edit html. هتمسح كل المكتوب ده، تمسحه خالص، هتحط قالب التنظيف اللي انا هقولهولك دلوقتي هيكون معاك اهو، هتمسحه كنترول A كنترول S. هتمسحه هنا كنترول V، بعد كده هتدوس سيف زيم. بعد ما تحفظ خلاص هتمسحه. هتيجي تحط الرابط، رابط البلوجر اهو. هتدوس كنترول A كنترول C. كنترول V، هتلصقوا هنا كنترول V، بعد كده تدوس سيف زي. بعد ما يخلص هتدوس كده فيو بلوج. اهو عمل معاك اهو، اهو القالب، هو قالب 2019 لسه نازل اهو. هنا الاعلان، ممكن تحط اعلان. وهنا وانا طبعا لسه ما نزلتش مواضيع اهو. وهنا الاعلانات، القالب ده انا بحمله من موقع، هنزل هسيب لكم الموقع تحت الديسكريبشن عشان حابين تغيروا الموقع اهو.